وخلونا دلوقتي نروح زي ما احنا متعودين نتابع اخبار النادي الاهلي في الفرع دلوقتي حاليا، وهنا ابو القاسم متواجده عشان تطلعنا من فرع الجزيره ايه اخر الاخبار والمستجدات الخاصه كمان بالفرق المختلفه. هنا صباح الفل وبونجور عليكي، وخلينا نعرف منك اخر الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. يعني قبل ما نبدأ فقرة أخبارنا النهاردة، طبعا بتمنى كل التوفيق لرجال كرة القدم في مباراتهم اليوم أمام فريق فاركو، إن شاء الله يستعيدوا مستواهم مرة أخرى، يعملوا مباراة كبيرة بتليق باسم النادي الأهلي، وسيظل طبعا النادي الأهلي دائما وأبدا أعظم نادي في الكون. بقى نروح لأخبارنا اليوم. الحقيقة أن أخبارنا كلها متعلقة بالألعاب الأخرى، يعني طبعا جميع الفرق خلاص بدأت الاستعداد للموسم الجديد، كلهم عندهم هدف واحد هو اقتناص جميع البطولات وأن هم يعملوا إن شاء الله موسم استثنائي. يعني رجال كرة اليد النهاردة بيواصلوا تدريباتهم، هيكون عندهم تدريب بدني الساعة 3 في صالة الجيم، بعد كده هيكون عندهم تدريب فني في الصالة استعدادا بقى للبطولات القادمة. هيكون عندهم بداية بطولة دوري شهر 9 المقبل، وكمان بطولة افريقيا واللي هتقام في تونس ايضا في شهر 9، وبعد كده هيكون عندهم بطولة سوبر جلوب هتقام في شهر 10. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، ان شاء الله يقدروا يقتنصوا الثلاث بطولات. كمان بقى سيدات كرة اليد امس اعلنوا التعاقد مع اللاعبة التونسية سعيدة رجب، ده هيكون لمدة موسمين لتدعيم بقى صفوف الفريق. اللاعبة طبعا اعربت عن سعادتها الشديدة للانضمام لفريق النادي الأهلي، إن شاء الله هتبدأ بقى أن هي تلتحق بالتدريبات الجماعية في الأيام القادمة، نتمنى لها طبعا كل التوفيق. نروح بقى للعبة كرة السلة، أيضا سيدات كرة السلة بيواصلوا تدريباتهم استعدادا للموسم الجديد، والحقيقة أنه الخبر صار لجميع الأهلوية هو مشاركة كليوباترا كرة السلة اللاعبة ثريا محمد في التدريبات الجماعية للفريق، ده طبعا بعد تعافيها من الإصابة. يعني كانت أصيبت الموسم الماضي بقطع في رباط الصليبي، لكن خلاص أصبحت جاهزة للمشاركة مع الفريق طبعا بشكل طبيعي جدا. يعني ثريا إضافة كبيرة الحقيقة، بنتمنى لها كل التوفيق وبنقول لها الحمد لله على السلامة، إن شاء الله تعمل موسم مميز زي ما عودتنا كالعادة. كمان بقى شباب كرة السلة، طبعا منتخبنا الوطني تحت 18 سنة كان غادر أمس لمدغشقر استعدادا لبطولة أفريقيا، البطولة زي ما قلت بتقام في مدغشقر وهتكون من 4 ل 14 أغسطس، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. خلينا أقول لكم إنه السداسي النادي الأهلي بيشارك في قائمة منتخبنا الوطني، يعني اللاعب بيبو زهران، كريم الجزاوي، سيف هنداوي، محمد طارق خيري، علي وحيد، ويوسف عمرو. طبعا بنتمنى لمنتخبنا الوطني كل التوفيق، ان شاء الله يقدروا يقتنصوا البطوله. اخيرا بقى نروح لكره الطايره، رجال كره الطايره ايضا بيواصلوا تدريباتهم استعدادا للموسم الجديد. كمان يا نهاوندو يا كريم، خليني اقول لكم انه منتخبنا الوطني لكره الطايره دلوقتي في معسكر مغلق بيستعدوا طبعا لبطوله كاس العالم اللي هتقام في سلوفينيا. يعني خليني اقول لكم ان هم بيستعدوا بشكل قوي جدا، القائمه المبدئيه حتى الان الحقيقه بتشهد على مشاركه عدد كبير جدا من نجوم النادي الاهلي، لكن لسه القائمه النهائيه لمنتخبنا الوطني لم تعلن بعد. يعني دي كانت ابرز اخبار الفرق الرياضيه المختلفه. قبل طبعا ما اختم كلامي، حابه اهنا الحقيقه معجزه تنس الطاوله اللاعبه هنا جوده بعد تصدرها التصنيف العالمي لتنس الطاوله طبعا تحت 17 سنه وفقا للاتحاد الدولي للعبه. يعني الحقيقه ان هنا كانت عملت السنه الماضيه موسم استثنائي، قدرت تحقق 3 ميداليات ذهب في بطولات مختلفه، دايما الحقيقه بتبهرنا بادائها المميز. يعني طبعا كلنا نبأ لها بمستقبل باهر، طبعا بقول لها مبروك مره ثانيه. يعني يا نهاوندو يا كريم، دي كانت ابرز اخبارنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. تغطيه رائعه، بنشكرك عليها زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم.